معلومة صغيرة، الحين لو نلاحظ هني عندنا بالسبيكلر، نلاحظ ان هني في عندنا وايد اوفر، لان هني ضغطنا حرف الدي، نلاحظ ان هني وايد شاين صاير. فاذا نبي نخفف هني عليه او نشيله، في بيزيه اللي هو اعتقد ماسك معناته بالافتر افكت، فنهني نضغط بي از بيتر، يطلع عندنا روتو بينت. نلاحظ ان هني في عندنا الباث مالها، لو ضغطنا هني على هذا نأشر على المكان اللي نبي نشيله مثلا، نضغط انتر. هني طبعا نقدر نحركه نكبره. اوكي الحين عندنا هذا، نبي نحطه على الماسك، قلنا اللي هني على اليمين دائما ماسك، نسحب الماسك نحطه على هذا، نلاحظ انه شاله. الحين لو نلاحظ حرف دي، نلاحظ هني ماكو خلاص، لان هني على هذا ضغطنا دي، نشوف اللي تم التأثير عليه. لاحظ هني هذا الكل، هذا هني شالنا اللي بالنص، فالماسك هذا صار مثل ماسك حق السبيكلر بس. طبعا هذا وايد حلو فيه، نقدر نكبره، نقدر هني نضغط كنترول على هذه مثلا نسوي البلور. شوف نلاحظ نفس الوخرة يطلع عندنا المكان اللي نبي نشيله، لاحظ هني نسوي بلور أكثر، لاحظ شوف البلور. الطريقة هذه انشال عندنا، اذا بنشيل هذا مثلا لاحظ ان هني انشال اللي فوق، انشال السبيكلر اللي فوق كذي بالماسك هذا.